الحمد لله رب العالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وعظيمنا يقول الله عز وجل في كتابه العزيز بعد بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله. أيها الإخوة الكرام، خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان، هذا الخلق هو الإيجاد، إيجاد من العدم. الإنسان لم يكن موجود على الله سبحانه وتعالى في الملائكة بأنهم ينظرون من نور، هذا النور جعلهم يستفسرون ويسألون الله سبحانه وتعالى عندما قالوا له: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ بعد أن قال الله سبحانه وتعالى لهم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ إذن في الملائكة طرحوا هذا السؤال على الله سبحانه وتعالى، لماذا؟ لأنهم بطبعهم يحبون الخير للناس. الملائكة بطبعهم أنهم يحبون الخير للناس ويحبون الأمان للناس ويحبون الطمأنينة للناس، ولذلك قالوا: نحن نسبح بحمدك. لكن الله سبحانه
وتعالى العليم. لكن الله سبحانه وتعالى العليم الحكيم جاءت قدرته أن يختار الإنسان. هذا الإنسان الذي اختاره الله سبحانه وتعالى وفضله وميزه بأن يكون لكوناتها وإنهاء عن الفساد والإفساد في الأرض. قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الله سبحانه وتعالى يجعل بلدنا آمنة مطمئنة نظيفة تتمتع بكل خيراتها وبكل مباهاتها وسمعا صحيحا سليما من جميع الأفاق ومن جميع الأمراض. كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق السيدة المديرة. الحمد لله رب العالمين. شكرا لك الشيخ على إلقاء هذه المحاضرة القيمة.